احنا قاعدين تتابعوا معانا. نتمنى تكون بخير وعلى خير ان شاء الله، وتشاهدوا هذا الفيديو هذا من حتى الاخر ان شاء الله. احنا غادي وراه اليوم راه طاحت شويه الشتاء الحمد لله. هذا هو الطريق اللي كيدي لتيران عمين، كيخرج حتى لطريق طنجة وتيتوان وكيسميتو حتى لذاك الشاطئ اللي هو معروف كالايريس، واحد الشاطئ زوين بزاف. حنا خارج المدينة، شوفوا هذا الجبل هذا كي داروا ليه بني، بدا سبحان الله العظيم بناو فوق الجبل. شوفوا هاد الدار هادي كطلع على الطريق الكبير اللي كيدي لتيغاني. شوف هادي عاوتاني، هي الطبيعة ديال تيران عمين، الطريق اللي كيدير تيران عمين، عاد المنظر زوين بزاف. وحتى الطريق تبارك الله، الله يجزيهم بخير على صوبهم مزيان، الله يعطيهم الصحة، راه كلشي مصاوب الحمد لله. الحوسيمة راه ولات كتشعل تبارك الله. البنية اللي دارو هنايا في تيران عمين ولا كيسميتها هاد البلاصة، والمنطقة زوينة بزاف تبارك الله. كيسقيو الربع وخا طاحت الشتا وكيسقيو عاد مازال، راه كيتهلاو في هاد البلاصة الصراحة. هاهي الطبيعة كي دايرة، تبارك الله الطرقانة راه ولاو مزيانين بزاف.
حنا راه خرجنا من تينا. شوف البنيان هنا كيف دايرين تبارك الله. اللي يبغي يشري شي بقعة أرضية هنايا راه كاين الحمد لله الخير موجود، راه كمش كيتباع هنايا، سواء ديرو مبنيين أولا بقعة أرضية، اللي بغيتي راه موجود الحمد لله. يشري شي ارض هنايا ها هو راه تلقاه هنا الحمد لله الخير موجود. شوف الدنيا كيف دايره هنايا زوينه بزاف. شوف هاد الجبال كيف دايرين تبارك الله. تبارك الله هذا هو الطريق من قسم تيغاني من اللي كيدير تيتوان وطنجة كالايريس. تبارك الله واحد منظر غزال بزاف. كان غير الجبال هنا تبارك الله شتاع المنظر مناظر خلابة. طبيعة زوينة بزاف.
شتي راه خدام يشوف داك الجبل اشنو كيصاوبو فيه. وراه تبارك الله خدامين في اي بلاصه. هاي هاد بومبا ليسانس باقي راه يلاه كيف حلات جديدة. يلاه حلات جديدة. إوا غنوريكم هاد المنطقة هادي واحد المنظر زوين بزاف من هنايا. احنا غادي نوريكم راه الجو ديال الشتا شتي كتشوف هنا واحد المنظر زوين بزاف. ها هو هاد الطريق هذا كيدي حتى داك البلاصه راهي. واحد المنظر خلاب تبارك الله. اشتركوا معنا في القناة الله يجزيكم بخير وضغطوا على الجرس باش يجيلكم كل جديد. وكنشكر اللي شاركوا معايا ونتمنى ان شاء الله الناس يزيدوا يشاركوا معنا الله يجزيكم بخير. ودابا تابعوني ان شاء الله مرة اخرى غنوريكم ان شاء الله شي حوايج جدادين بزاف ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.